خواتاتي المغربيات، كنشكر في البدايه شوف تي في بخصوص النداء اللي درتو على مرتين اللي وقع لها مشكل انها بسبب بعض المشاكل اللي في الفيسبوك والابتزاز اللي وقع لها، ومسكينه مرضات ووصلنا السبيطار الحمد لله. كنت فاجئ ان واحد الاخ قدموا يد المساعده من شافونا فيديو تاع شوف تي في صحافه نزيهة، والاخ الصحفي اللي في وجده هنايا اللي قدم لي مساعده كبيره في في في, في يعني في لا فيديو باش نوجه النداء ديالي. الحمد لله انا مرتي الان كانت عندها واحد العمليه جراحيه قبل ما يوقع هذاك المشكل، يعني كان عندها رونديفو، يعني الجوج اشخاص اللي كنهضر عليهم هما اللي عطوني هاد لانفورماسيون. الحمد لله مرتي دارت العمليه جراحيه ونجحت، وهاد الجمعه تواصلت معها وهي هي في حاله جيده الحمد لله، في حاله جيده. ومرتي كتشكر والله الا كتشكر، شكرت بزاف يعني قناه شوف تي في. ومسكينه ما كانت كتظن انه يعني انني انا غادي ندير عليها هذا المجهود كبير، ولو انه مرات في هذه يعني في هذه المرحله هذه ملو 5 في هذا الشهر حتى لدابا، يعني ما كنت كتصور. قالت لي يعني قالت لي ما توقعتش انه غادي دير عليها هذا الشيء. قلت لها انه حنا ناس تاع الجهه الشرقيه وناس وجاده، انت بنت الدار البيضاء وساكنه وتزاديتي في الخميسات، حنا وجاده والجهه الشرقيه ومغاربه كاملين. انا يا يكون عندك 48 سنه ولا 100 عام، انا مرتي ما نفرطش فيها باسكو داير معاك لاكت، ما تجمعني فرنسا ما تجمعني حتى شي حاجه. والله الا تعذبت اقسم بالله العلي العظيم تعذبت واحد التعذيب اللي هو يعني في الصحه ديالي طلع لي لا طونسيون السكر. مي هادوك الناس اللي كانوا مديرونجيني ديجا شكايات كاينه في النيابه، كاينه في المحكمه الابتدائيه، كان في النيابه العامه، كان في المحكمه ديال وجده قصر العداله ديال وجده. ولكن انا كنقول وكنعاود ماشي مشكل، الله يسامح انا كما يقولوا من مرتي سلكت، وهاد الصحافه تاع شوف تي في قدمت لي يد المساعده ماشي مشكل، الله يسامح.